إن سيدي الشيخ دخل حياته العلمية بهمة عالية ونهمة نادرة مع ذهن متقد وذكاء ألمعي وحافظة جيدة جدا، مع عمل بالعلم وصحبة للعلماء العاملين وتقوى وصلاح وصفاء، فالتقت الأسباب المادية والمعنوية التي تكون العالم المثالي. لقد سمعت من فضيلته مرة وهو يتحدث عن إعجابه بأجل شيوخه الأستاذ الكوثري رحمه الله تعالى، قال لي: لا من باب إعجابه بشيخه، لا من باب التمدح بنفسه، والله يعلم مني أنني لم أسمع منه حرفا واحدا مدح فيه نفسه. يقول عن شيخه الكوثري، قال: كل من حضرت عليه من الأساتذة كنت أرى أني أستطيع أن أكون مثله، حتى رأيت الأستاذ الكوثري فقلت في نفسي: لا، أما هذا فلا. والقصد من هذه الكلمة وهذا الحديث في النفس أنه كان حفظه الله دخل العلم بهمة عالية جدا، يريد مسابقة شيوخه. أما لما رأى الكوثري الإمام الذي لا يشق له غبار قال في نفسه: أما هذا فلا. هذه الهمة المتوثبة هي التي مكنت سيد الشيخ أن يصل إلى ما يصل إليه، وحقق الله تعالى فيه قولة الإمام الحكيم صاحب الحكم رحمه الله تعالى: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. وينتج نتيجة بدهية حسابية عن هذه النفس المتطلعة إلى تجاوز كل من تلقى عنه العلم أن يكون صاحبها فقيها متخصصا وأصولا وأصوليا لامعا ومحدثا بارزا ونحويا حجة. ولقد قيل لأحد أساتذته وهو ما يزال من الأحياء حفظه الله تعالى: أكان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة تلميذا لكم؟ فقال الأستاذ بكل تواضع أمام تلامذته الناشئة وهم ناشئون صغار أحداث في العلم، قال: نعم، ولكني أنا الآن تلميذه. كنت أقرأ له النحو في شرح الآج الرومية، فكان يطالع درسه في مغني اللبيب. وهذه الهمة كانت وما تزال تنمو مع الأيام والحمد لله رب العالمين، فماذا نتصور لها من نهايات؟ إنها النهاية.